للحديث عن التضييق على الحريات في العراق في ظل قانون المخالفات الدينية والأخلاقية ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي. دكتور هلال سلام الله عليكم، يعني في الوقت الذي ترى الحكومة وأيضا شركاء العملية السياسية قانون المخالفات الدينية والأخلاقية لتنظيم فوضى النشر وبالتالي تداول المعلومات، لكن يراه الناشطون والمنظمات الحقوقية تخويفا وأيضا ترهيبا للمجتمع، ولكن هنا ما الدلالات التي يمكن القياس عليها لترجيح أحد الرأيين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم ولقناة الرافدين ولمتفاعلين قناة الرافدين. أولا هذه كلمة حق يراد بها باطل. تغليف التكريم الأفواه وهذا القانون من تحديد الحريات ووأد الكلمة حقيقة غطوا بعنوان فضفاض، وهذا العنوان الفضفاض هو أسمي بالجرائم الأخلاقية والدينية. والأولى أن يقومون بمعالجة المخالفات الدينية والأخلاقية على أرض الواقع التي تمارس علنا وأمام الناس. فمن هو المقياس وما هي المخالفات وتخالف شرع من وعقيدة من؟ عقيدة الفاسدين الذين يسرقون البلد وينهبون خيراته ليل نهار، عقيدة الذين أتوا مع المحتل. أي جريمة أخلاقية أكبر من أن يخون الإنسان بلده ودينه وخلقه ومجتمعه ويأتي بالمحتل بيحتل بلده؟ فالذي يحاكمني الآن على أن أقول له أنت عميل وأنت فاسد، الآن يريدني أن أصمت لأنه يتحكم بهذه القوانين وإصداراتها. فنحن نقول من هذا المنبر ومن غيره أن حرية الكلمة مضمونة في المعنى الأخلاقي والدستوري لكل قوانين الأرض، ونحن مأمورون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا ديننا وهذه عقيدتنا، فبالتالي كيف نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر إذا كان صاحب المنكر يريد أن نصمت عن قول الحق وأن لا نبين الهطوات والظلم الذي يقع على الشعب العراقي منذ 2003 ولحد الآن. طيب. إذن عندما يراد عندما يراد المساس بالكلمة والمساس بالرأي يغلف بغلاف ديني. ما هي علاقة المخالفات الدينية والأخلاقية بحرية التعبير عن الرأي ومراقبة وسائل التواصل الاجتماعي؟ أنا أقول رأيي سواء عجب هذا ولم يعجب هذا، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول في حق هؤلاء يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم. هذا قول الله سبحانه وتعالى. هذا قول القرآن، هذا نص آية القرآن الكريم بحق هؤلاء، لأنهم لو كانوا على حق لما خافوا من الكلام، لأنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول رحم الله امرئا أهدى إلي عيوبي، وهذا منهج علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذين يدعون زورا وبهتانا أنهم يتبعونه. لكن هذا القانون وهذه القوانين لما توقيتها مقصود ورصدها مقصود وليست عبثا. وأين كانوا منذ وسائل التواصل الاجتماعي تنشر منذ عقود، لماذا الآن؟ طيب. إذن دكتور. هناك حقيقة تخوف. نعم. من أشياء محددة سوف تحدث نتيجة الفساد الذي ينون القيام به من عملية بالانتخابات وما إلى ذلك. أنا أعتقد هذا هو الهدف. نعم. من كل هذا التشيع. ولكن دكتور يعني لو نأخذ في تصريح مجلس القضاء في العراق حيث قرر في بيان له تشكيل لجنة للرقابة على ما تراه وتصفه مخالفات في مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا وسائل الإعلام، لكن كيف تقيم عمل هذه اللجنة وما هي المهمات المنوطة بها في ظل ما تفضلتم به؟ نحن نعتقد أنه هذه اللجنة سوف تقوم بتنفيذ ما يطلب منها، لا أن تضع أسسا وشروطا وضوابط. وسائل التواصل الاجتماعي فيها الغث والسمين. نحن مأمورون بقول الحق، هذا من جانب، لأنه نعم. يجب أن نقول الحق ولا شيء غير الحق. أما التزييف والكذب وتلفيق الأحداث والفبركة والأخبار المفبركة هذا ليس أخلاقيا. أما كيف يحاسب المرء على ما يقول
هذه اللجنة ما هي الضوابط التي ستتخذها لتحديد من المخطئ من المصيب، ما هو الغاسر ما هو السمين؟ إذا كان الذي يحاكمني فاسدا فكيف يحاكم فاسدا أمرا دونه أو أعلى منه؟ بكل تأكيد سوف يرى كل ما هو غير فاسد فهو فاسد. فبالتالي هذه اللجنة وهذه التسميات ومجلس قضاء الذي أطلق سراح المجرمين وهم عليهم جرائم مثبتة واعتقلوا من قبل القوات الحكومية وتم إطلاق سراحهم، أيهما أكثر جرما بالمجتمع؟ القاتل الذي قتل الناس وبشهود وعليه دلائل وأطلقوا سراح، أم الذي يقول كلمة يقول أنت فاسد وعليك جرائم فساد؟ قد يبالغ نتيجة الظلم الذي وقع الشعب العراقي. ليس سهلا أن تأتي وتقول أنا رأيتك بأم عيني تسرق، ولكن رأيت أحوالك، أنت جئتم إلى العراق وأنتم لا تملكون شيئا والآن تملكون المليارات. إذا الدلائل والقرائن المادية، لماذا لم يقوم مجلس قضاء الأعلى بتشكيل لجنة لمحاسبة الفاسدين وتسميتهم بأسمائهم وهو معلوم للجميع؟ لماذا يريدون أن يوصل الشعب العراقي لحالة الانفجار؟ هم يضغطون على الشعب العراقي لحالة الانفجار، وبالتالي يريدون تكميم كل رأي يخالف رأي الأحزاب الفاسدة التي تتحكم في العراق. ونحن نمتلك أكبر رصيد من الصحفيين الذين تم اعتقالهم في العالم. هو على هذا الأساس دكتور، عفوا آسف للمقاطعة، على هذا الأساس يعني بحسب الإحصائيات الحقوقية، العراق يعد من الدول الأولى من حيث الجرائم ضد الصحفيين والناشطين. لكن هنا سؤال، يعني هو من يقف وراء هذه الجرائم المتكررة منذ 18 عاما بحق الصحفيين والناشطين في العراق؟ الذي يقف وراء هذه الجرائم هي الأحزاب التي أتى بها المحتل الأمريكي الإيراني، وكل كلمة تناهض هذا المشروع الذي مشروع الفساد الأنجلو أمريكي الصهيوني الفارسي في العراق، نعم، فهذا عرضة للقتل أو الاعتقال أو التهجير كما حصل لكثير من أصحاب الفكر والرأي. الكلمة الصادقة في وقت الفساد وفي طغيان الفساد لا تصلح، وبالتالي صاحبها يشكل خطر لأنه يوعي الناس على هذه الطغمة الفاسدة. ولهذا السبب نحن ثورة الوعي في العراق هي التي أرعبت هؤلاء، وبالتالي يتولوا أمر الانتقام والاغتيالات المباشرة لكل من يخالف هذا الرأي، سواء كان صحفي أو ناشر أو إعلامي أو ناشط سياسي، لأنه قول الحق بوجه الباطل يرعب الباطل. فهذه آخر تخبطاتهم، وأعتقد أنه هذا الأمر سوف ينعكس سلبا عليهم لا إيجابا. من عمان الكاتب والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي، شكرا جزيلا لكم.